في شهر 9 من الحمل بيحدث شيء يطلق عليه تكلس المشيمة، قد يحدث بشكل مبكر، هو بيحدث كده كده بشكل طبيعي للجميع من الحوامل، ولكن عندما يحدث هذا الأمر بشكل مبكر ولا تنتبه إليه الحامل ولا تنتبه إلى تعليمات طبيبها بشأن هذا الأمر اللي ممكن يقول لها التعليمات دي بدون ما يفصل لها معلومة إن المشيمة بيحدث لها عجز أو شيخوخة قبل الأوان. في حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، اوعي تقعي في غلطة الشهر 9، تابعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا، وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. موضوع كلس المشيمة. المشيمة هي الجزء الأصيل اللي بيغذي الجنين، هو الوسيط أو الأم البديلة اللي بتغذي الجنين، والجنين بيتغذى عن طريق المشيمة بالدم، ما بيأكلش أي حاجة، هو الدم اللي بيوصل له في المغذيات اللي هو بيحتاجها، والمشيمة هي اللي بتوصل له هذا الأمر عن طريق الحبل السري. كل ده شيء طبيعي، ولكن بيحدث في نهاية الحمل إن الكالسيوم بينتشر حول جدار المشيمة وبيحصل كلس لهذه المشيمة. هذا الأمر من شأنه أنه يؤثر على تدفق الدم اللي بيصل إلى الجنين، ولما بيزيد نسبة الكالسيوم ووجوده على جدار المشيمة بشكل مبالغ فيه قبل الأوان، وأنا بأكد هنا أنه ده شيء طبيعي هيحدث، ولكن لما يحدث قبل الأوان النتيجة هتكون أن الدم والمغذيات اللي بتوصل للجنين هتبقى قليلة، وهنا بنعرض حياة الجنين للخطر لو كان المغذيات اللي بتوصل له أقل مما يحتاجه عشان يعيش. طيب ليه بيحدث تكلس المشيمة؟ ليه بيحدث هذا الأمر قبل الأوان؟ في عدة أسباب بتساعد على هذا الأمر، ولكن في حاجة مهمة جدا أنت في الشهر 9 ممكن تقع فيها ما تنتبهيش إلى أن المشيمة بيحدث لها تكلس. حضرتك بتتوجهي إلى الطبيب في الشهر 9 من الحمل، بتروحي الطبيب بيكشف على الجنين وبيطمنك على وضعه، وانت ماشية بيجي يطلب منك طلب بسيط جدا، ياريت حضرتك وانت قاعدة في البيت كل يوم كده من أول النهار لحد آخره تعدلنا حركة الجنين، ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن 10 لعبات في اليوم، وزي ما اتفقنا وزي ما انتوا حافظين ان اللعبة هي عدد الحركات، ولو كانت 100,000 حركة في لحظة واحدة، يعني لو الجنين اتحرك حركتين ثلاثة لكن كل ده في لحظة واحدة دي اسمها لعبة واحدة، لو الجنين اتحرك حركة واحدة بس في وقت منفصل برضو دي اسمها لعبة واحدة، يعني محدش يعد بالطريقة دي، لو الجنين خبط برجله 5 خبطات تقولي انه اتحرك 5 مرات، لا، طالما في نفس التوقيت في نفس الثواني دي اسمها لعبة واحدة. فالطبيب بيطلب منك ان انت تعدي هذه الحركات او هذه اللعبات وما تقلش عن 10 مرات في اليوم بالنسبة للشهر 9، ولو اقل من كده بيطلب منك ان انت تتصلي بيه فورا. طيب ليه؟ عشان نحدد موعد للولادة بالعملية القيصرية. هنا ممكن ينتابك بعض الشكوك والظنون السيئة في الطبيب انه بيحاول يجر رجلك للولادة بطريقة القيصرية. تتكلم مع جارتك، مع صاحبتك، مع سعاد وتقولك اوعي تسمعي كلامه، دول بيسرحوا بيكي، كملي الشهر بتاعك واوعي تروحي للطبيب، لانه هتروحي هيقولك على طول يلا هنولد قيصري. بس الحقيقة اللي انا عايز اقولك عليها ان فعلا في بعض ضعاف النفوس من الاطباء ممكن يسرح بيكي، ولكن انت تقدري تحكمي بنفسك. ليه؟ لان عدد لعبات الجنين دي بتدل على ان المشيمة حصل فيها كلس او لا، شيخوخة او لا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجنين لما بيتحرك اقل حاجة 10 لعبات في اليوم ده بيبقى دليل ان المغذيات اللي بتوصل له كافية انه بيتدي له طاقة عشان يتحرك 10 لعبات في اليوم، لكن لو اقل من كده هنا بيبقى هناك شك ان حصل للمشيمة شيخوخة او تكلس او وجود مزيد من الكالسيوم عليها فادى الى هذا التكلس، فبالتالي تدفق الدم اللي بيصل الى الجنين قل بشكل ملحوظ، ادى ذلك الامر الى ترجمته الى ان حركات الجنين بدات تقل. طيب ليه هو بيقولك عشان نحدد ميعاد ولاده قيصريه بسرعه؟ لان اي يوم تاخير
التكلس ده بيزيد وتدفق الدم ده بيقل، فانت بتدخلي طفلك اللي هو الجنين ده في هذه اللحظات الى حاله من حالات الصيام، بيصوم يوم يقدر يعيش، اللي بعده تبدا حركته تنعدم، هنا ممكن في لحظه من اللحظات تفقدي جنينك لاخر لحظه او في اخر لحظه بسبب انك مش مصدقه كلام الدكتور ده. طيب لو انا مش مصدقه كلام الدكتور ده اعمل ايه وما غلطش غلطه الشهر التاسع؟ في حاجة اسمها الدوبلر ممكن تعمليها بعيدا عن هذا الطبيب. تروحي لأي مركز أشعة متخصص في هذه الأمور وتطلبي منه أنه يعمل دوبلر. الدوبلر ده بمنتهى البساطة بيقيس تدفق الدم في الأوعية الدموية، فلو قاس تدفق الدم اللي بيوصل للجنين أنه جيد وممتاز فهنا اطمئني لهذه اللحظات أن الجنين بخير. يعني لو انت في يوم من الايام لقيتي ان عدد اللعبات كانت 7 مش 10، توجهي الى اقرب مركز اشعه بس بسرعه واعملي الدوبلر، وهيقول لك في لحظتها هل هناك مشكله في تدفق الدم في الاوعيه الدمويه بالنسبه للجنين ولا لا. لو طلع كلام مركز الاشعه صح ان في مشكله في تدفق الدم وان في فعلا كلس على المشيمه وفي كلسم على المشيمه ادى الى شيخوختها، ده كده فعلا انت بتعرضي جنينك لخطر انه لو قعد اكتر من كده ممكن يفقد المغذيات اللي بتوصل اليه وبالتالي بتعرضي حياته هو للخطر. طيب يبقى الحل ان احنا نعد حركات الجنين كويس جدا. لو شكينا في هذا الامر او شكينا في الطبيب، لو انت واثقة في الطبيب بتاعك خلاص توكلي على الله، والافضل لهذا الجنين انه يتم ولادته بالقيصريه افضل من ان احنا نعرض حياته للخطر بطريقه ساذجه ومؤامره ساذجه في دماغنا ان الطبيب ده بيحاول يجرنا لحاجه احنا مش مؤهلين ليها. فتملي لما واحده تعمل كده وتعاند مع الطبيب ممكن تعرض جنينها للخطر. طب يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تزود موضوع كلس المشيمه وشيخوخة المشيمة بشكل مبكر؟ هذا الأمر هيحدث ولكن يفترض بيحدث في آخر رحلة الحمل، اللي هو الجنين كده كده هيتولد لأنه خلاص ده شيء طبيعي إن المشيمة كأم بديلة بتكبر في السن، أول ما بتكبر بتقول شكرا اتفضل لأمك الحقيقية اللي هي حضرتك عشان يتغذى منك عن طريق الرضاعة الطبيعية. إنما في أسباب أنت ممكن بتزودي هذا الأمر بشكل مبكر، ايه هي الاسباب دي؟ هقولك عليها. اول حاجة في بعض السيدات بياخدوا المكملات الغذائية من تلقاء نفسهم بدون استشارة الطبيب الخاص بهم، وده هيحصل ايه يعني منه ما ناخد المكملات الغذائية؟ بعض السيدات ممكن ما يبقوش في احتياج للكالسيوم او ان هم بياخدوا جرعة عالية من الكالسيوم في فترة الحمل، يعني ممكن يكونوا بيتغذوا على اغذية فيها الكالسيوم بشكل حلو وفي نفس الوقت كمان بياخدوا مكملات غذائية بتحتوي على الكالسيوم، وفي نفس الوقت هم ليسوا في احتياج للمكمل بتاع الكالسيوم او مش في احتياج لجرعة عالية منه. بعض السيدات ممكن تاخد جرعات عالية لانها هي بنفسها اللي اختارت الجرعة دي مش الطبيب اللي حددها لها، فبالتالي المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكالسيوم عند الافراط في تناولها بشكل، وبأكد هنا بشكل مفرط بعيدا عن رأي الطبيب الخاص بحضرتك طبعا، انما لو حضرتك بتاخديها وفقا لراي الطبيب اطمني مش هيحصل اي حاجه. هي الفكره في ان احنا ممكن نصف لانفسنا جرعات، وهي الجرعات دي تبقى زياده على جسمنا. الكالسيوم الزياده اللي في المكملات الغذائيه ده ممكن يؤدي الى وجود هذا التكلس بشكل مبكر، دي رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي عايشه في جو من التدخين سواء حضرتك بتدخني او حضرتك قاعده مع مدخنين، هذا الامر بيزود من تكلس المشيمه. ايضا ارتفاع ضغط الدم وعدم ضبط مستويات ضغط الدم بيؤدي الى تكلس المشيمه. ايضا عدم ضبط مستويات السكر في الدم بالنسبه للحامل وتناول مزيد من الحلويات ممكن يؤدي الى زياده اصابه المشيمه بالكلس بشكل مبكر. بعض الامراض المناعيه ممكن تؤدي الى كلس المشيمه المبكر. كمان في بعض الحالات بيكون ناتج عن تناول المضادات الخاصة بالحموضة، ودي ما أكثرها في فترة الحمل،
وتملي بنقول حاولوا ان انتوا تتخلصوا من الحموضة بشكل طبيعي بطرق طبيعية، واحنا اتكلمنا عنها في حلقات الحموضة اكثر من مرة، ان احنا يا ريت نحاول ان احنا نبتعد قدر المستطاع عن مضادات الحموضة. تناول مضادات الحموضة بشكل مفرط ممكن يؤدي الى تكلس مبكر للمشيمة. كمان بعض الالتهابات التي لا تعالج في فترة الحمل بتعرض الحامل الى حدوث تكلس المشيمة، و بعض الالتهابات الرئوية اللي ممكن تصاب بها بعض الحوامل، وطبعا ده بيبقى كمان ناتج عن نقص المناعة زي ما قلنا. دي الحاجات اللي ممكن تزود موضوع تكلس المشيمة عند الحامل بشكل مبكر. كده كده افتكروا ان هذا الامر هيحدث، ولكن الخوف انه يحدث مبكرا. طيب الغلطة ان انت ما تنتبهيش للعبه الجنين، حركات الجنين، والغلطه الثانيه ان حضرتك ما تعمليش دوبلر كل اسبوع في الشهر التاسع، والغلطه الاكبر ان حضرتك ما تتابعيش مع الطبيب في الشهر التاسع وتتواصلي معاه بالفعل لحظه بلحظه، على الاقل مره في الاسبوع لازم تكوني في زياره للطبيب عشان تطمني على جنينك. خدت شوط طويل جدا في الحمل، خلاص قاب قوسين او ادنى من وجود ولي العهد ما بين ايديكي، حاولي ما تضيعيش هذه اللحظات بسبب بعض الأفكار السوداوية اللي ممكن تظن فيها سوءا في الطبيب. ولو حابه تتأكدي زي ما قلت لك اعملي دوبلر في مركز أشعة وانت هتعرفي كلام الطبيب حقيقي ولا لا. أشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.